الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لفيلم طلق صناعي نشرت فيديو للفنان بيومي فؤاد في فيلم طلق صناعي، وظهر بيومي في المشهد وهو مضروب على وشه بعنف شديد جدا، وجاء وهو مستنكر من شكله لدرجة أنه شكك في الأمر كله. بيذكر أن الفيلم طلق صناعي بطولة حورية فرغلي وماجد الكدواني ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد طبعا وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف خالد ومحمد دياب ومن إخراج محمد دياب. افتح اتفضل، شايك على نفسك كده قبل ما تدخل، ما ينفعش تخش المنظر ده. حاضر.